الكريم وفي قلعة من قلاع القرآن الكريم ومع أفضل خلق الله عز وجل الذين هم أهل القرآن وخاصته، فأهل القرآن وخاصته هم أهل الله عز وجل. وكلما جلسنا مع أهل الله جل وعلا إلا تذكرنا هذه المقولة والمتمثلة في أن هؤلاء نستدفع بهم العذاب، فالذين يقرؤون القرآن الكريم بهم ندفع العذاب وبهم نبعد العذاب، لأن الله عز وجل كل يوم يرسل إلى قرية من يدمرها، فإذا وجدت الملائكة أناس يقرؤون القرآن الكريم وصغار الولدان يحفظون القرآن الكريم عادوا من حيث جاءوا وقالوا يا ربنا إن وجدنا أناس يقرؤون القرآن الكريم، فيرفع المولى جل وعلا عنهم العذاب. ونحن مع العدد أو مع الرقم 56 في تاريخ هذه المؤسسة الدينية، وخولة تحمل رقم 56 في العدد، أي تنضم إلى هذه العائلة الكبيرة، إلى هذه العائلة الكبيرة التي صار عددها 56، بعدما في انتظار آخرين وأخريات، في انتظار بعد حوالي أقل من شهر إن شاء الله ينضم، قد يكون العدد 57 من نصيب أيمن يحيوي إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنقول الخاتمات لموجودات معنا، ها قد ولد في أسرتكم مولود جديد، أو يعني انضم إلى، لأن الآن خولة ما صارت رحموني وإنما صارت من أهل الله وخاصته، وهي عائلة، هذه عائلة القرآن الكريم صارت تكبر يوم بعد يوم إن شاء الله سبحانه وتعالى، في انتظار بنياتنا إن شاء الله ينضموا لهذا العائلة ولهذه الأسرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا قلت باللي خولة رحموني صارت من أهل الله وخاصته، ديما نذكر واحد قبيلي ديما يقول لي صافية معنى سقساني، قال لي وشني أهل الله وخاصته، قلت له كيف فهمت هكا؟ قال لي يعني صافية رفامي تاع ربي، يعني هو فهمها بدل ما نفهم أنا، يعني صارت من أهل الله وخاصته. ففي غرة شوال 1438 الموافق لشهر جويلية 2017 فتح الله على ابنتنا خولة رحموني وأتمت حفظ القرآن الكريم في انتظار استكمال استظهار القرآن الكريم، لأنه احنا الآن سلموا شهادة إكمال حفظ القرآن الكريم، وشهادة هي أعلى منها مقاما وقدرا هي استظهار القرآن الكريم، لأن قد يزعم كل واحد أنه حافظ، لكن إذا استظهر فهذه هي الشهادة الحقيقية. إذن فقد استكمل حفظ القرآن الكريم. والمناسبة نحييو كل المشايخ اللي قرأوا، سواء اللي مازالوا ولا اللي راحوا ما نسوش الفضل تاعهم، الناس اللي قرأوا عندها اللي قرأت عندهم أكل، سواء من الشيخ مبارك للشيخ العربي لأي واحد قرأها في هذه المدرسة، ولا المعلمات كذلك، المعلمة هاجر ما نسوش كذلك أنها وضعت يعني شربت هذه الشجرة، حتى ويجي لغرستها ولكن شربتها هذه الشجرة. وكذلك الناس الخيرين القائمين على المدرسة اللي هم رجالة الخفاء، ولا أنسى كذلك الوالدين الكريمين للفضل بعد الله عز وجل يرجع للوالدين، وما دام الوالدة تاعها حاضرة نبشروها بهذه البشرة العظيمة والمتمثلة، وهذه أم ممكن أنه حتى وبنتها تتحصل على كل الشهادات تاع الدنيا، لكن نبشروا الأم والأب بأن نبشروهم بالتاج اللي إن شاء الله رايح ينالوه، ويوضع على خاصة الأم اللي يوضع على رأسها التاج، تاج الوقار يوم القيامة، ماهيش هذا القزاز هذا تاع الدنيا اللي راح يفسده، لكن ربي سبحانه وتعالى راح يضع على رأسك تاج الوقار
وهذا إكراما للمجهود اللي قامت به بنتك وافتح عليها ربي. ونقول كذلك لبنيتنا خولة كوني على حذر، ربي اصطفى صدرك أن يدع فيه هذه الأمانة وهذا الدستور الخالد، يعني فكون